La operación policial ha logrado liberar a una joven española a la que sus padres querían obligar a casarse con un desconocido en Pakistán. Allí le dejaron hace 6 meses sin documentación ni dinero como castigo por negarse a contraer matrimonio. La controlaban 24 horas al día y solo la dejaban salir a la calle una hora acompañada por un familiar. Los agentes la han traído de regreso a España y han detenido a su padre y a la madrastra acusados de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. طيح في شي غلط بحال هذا اللي غادي نتكلموا عليه باش ما تجيبهاش فراسك اولاد عمي باش ما تجيبهاش فراسك. دابا السؤال مطروح، واش باقيين الناس كيفورسيو كيبزو كيفرضوا على الوليدات ديالهم يتزوجوا بفلانيتو ولا بفلانيتا؟ لا ولد عمي الا او حنا دابا راه نتوما عارفين في العصر ديال التيك توك والواتساب والسناب شات وزيدو زيد كاينه الرومانسيه. دابا ولد عمي دابا كاينه الرومانسيه، داكشي ديال القرن الماضي ما بقاش ولد عمي ما بقاش. واذا تجرأتي تعمل شي حاجه بحال هادشي اللي كنتكلموا عليه غادي تجيبها فراسك ولد عمي، غادي تجيبها فراسك. اذا بغيتي تعمل شي تخرويض من هذا عملوا في بلادك، اما هنا راه القانون كيعاقب ولد عمي، كيعاقب على هاد الاعمال. ها هما جابوها في ريوسهم مشاو اداوهم اداوهم. علاش؟ نعم حيت كانوا كيفورسيو على بنتهم انها تتزوج بواحد السيد غريب ما كتعرفوش ما كتبغيش ولد عمي ما كتبغيش. واش بزز؟ بزز. شنو نديرو؟ نديوك لباكستان باش تعاقبي. خلاوها في باكستان هادي 6 شهور ما كتخرج ما كتدخل كعقوبة. كانوا يلا كيسمحوا ليها تخرج ساعة في النهار وماشي بوحديتها، نو نو نو، مع شي حد من العائلة. أيها ولد عمي، المهم البنيتة عندها جنسية إسبانية. نعم إنها إسبانية. مشات الشرطة الإسبانية حتى تما أو تلقات صراحة ولد عمي، جابوها لإسبانيا. أما الأب والزوجة ديال الأب مدرسترا داوهم وهي داوها فين انتوما كتعرفوا السينتروس. ايه ولد عمي سمع ولد عمي سمع، عندكم اولاد عمامي عندكم تعملوا شي غلط بحال هذا؟ حيت انتوما راكم عارفين حنا في اوروبا القانون هنا كيعاقب ولد عمي. اتونسيو، ماشي بزاف كنا شاركنا معكم القصه ديال واحد البنيته مغربيه اذا ما نسيتش في نواحي الميريا. حتى هي كانوا كيفورسيو عليها تجوج بشي حد من العائله ديالها. كانت مكونتروليه حتى هي، ما كتخرج ما كتدخل، مكونتروليه في اللباس تليفون غير باش تهضر مع النوبيو ديالها الطال. في الاخر مشات عند البوليس وشدوهم. ولد عمي حتى هادو شدوهم. سمع، اطلقت الشرطه صراح شابه اجبروها والديها على الزواج من شخص غريب في باكستان. مشاو عندها البوليس، الشرطه الاسبانيه مشات حتى لباكستان وتلقات الصلاح ديال هاد البنيته حيت عندها الجنسيه الاسبانيه ولد عمي. مشاو هما يقلبوا عليها. سمع، اطلقت الشرطه الوطنيه صلاح شابه كان والديها سيجبرونها على الزواج من شخص غريب في باكستان، وتم نقل الضحيه الى باكستان لاجراء الزواج فورثادو. بزز داوها من هنا لباكستان باش يجوجوها بهذا الشخص الغريب. بزز ولد عمي. ودابا كيف سمعتوا راه جايبها في باكستان 6 شهور كعقوبه وما كتخرج ما كتدخل. يلا كيخليوها تخرج ساعه في النهار ومع شي حد من العائله مكونتروليه 24 ساعة. وتم القبض على والدها وزوجة أبيها.
شدوا الاب ديالها والزوجه ديالو، الزوجه ديالو ماشي الام ديالها نو، وزوجه ابيها لاشتباه في قيامهما بالتجار بالبشر بغرض الزواج فورثادو. نعم ماتريمونيو فورثادو. ايه كيف قلت لكم هاد الفيديوهات باش نوعيكم هادوك الناس اللي يلا كتجيو لهاد البلدان وما كتعرفوش شنو كاين. هاد الفيديوهات باش ما تطيحوش في شي مشكل بحال هادي، ماشي على شي حاجه. قولوا لهم التوعيه، قولوا لهم التحذير، قولوا لهم كيف بغيتوا. بالا ولاد عمامي ما بغيناش لكم الضرر، ما بغيناش لكم تطيحوا في شي مشكل بحال هادي. هاي يا ولد عمي انت كيجيبك داك الشيء راه ماشي شي حاجه، حيت انت راه مولف، مولف في البويبلو ديالك، ولا حتى انت جوجوك الاباء ديالك نقولوا بهذه الطريقه ولا طال، داكشي كان نورمال هادي بزاف هادي. نعم كنتي كتجوج ما كتعرف لا فلانه لا طال. ايه كيمشيو الاباء ديالك يقولوا ايه هادي هي، كيمشيو يخطبوها لك وتسالت الحفله، داكشي ما بقاش ولد عمي. دابا ايه حنا اللي كنختار، حنا اللي كنختار ومزيان نختارو حنا، باش اذا غدا مور غدا وقع شي مشكل فداك الزواج ايه يفكوها مع بعضياتهم، باش ما تقولكش، باش ما تقولكش نقولوا بنتك ولا ولدك ايه انتم اللي جوجتوها ليا ولا جوجتوه ليا بزز. فهمتيني ولا ما فهمتينيش يا ولد عمي؟ خلي خلي الرومانسيه بالي ولد عمي. اي هنا خير بغيت نضحك شويه الاخوان صافي بالي. كيف قلت لكم الاخوان، نعم أطلقت الشرطة الإخوان صارح شابة كان والديها، نعم سيجبرونها الإخوان، وقد تم القبض على كل من والديها وسميته وزوجة أبيها بتهمة الاتجار الإخوان بالبشر بغرض الزواج نعم فورثالو الإخوان بباكستان من شخص غريب طال. نعم شدوا الإخوان وكيتهموهم نعم بالتجار بالبشر بالغرض الزواج الإخوان نقولوا يبزز. تم الإخوان نقل الضحية إلى باكستان لتنفيذ الزواج نعم بزز، وبما أنها رفضت الزواج فقد منعوها والديها من العودة إلى إسبانيا حيث كانت تخضع لرقابة مشددة على تحركاتها وملابسها. كانت مكنترولية، مشاو ما بغاتش تتزوج عاقبوها خلاوها تما، ما جابوهاش لاسبانيا، ما رجعوهاش لاسبانيا، وكانت مكونتروليه في الحركات ديالها وحتى في اللباس ديالها. اي نعم الاخوان، بالاضافه الى منعها من اي اتصال مع اصدقائها كما اشار هذا السبت الشرطه. هادشي اللي قالت الشرطه، حتى الاتصالات مع الاصدقاء ديالها وداكشي ايه ممنوع، ممنوع ولد عمي. هادو راه ماشي اباء، ماشي اباء ولد عمينو. هنا كانت الشابه تحت رقابه ابويه صارمه. كيفاش بدا التحقيق؟ هنا بدا التحقيق الاخوان الشرطه الذي تعاون فيه الملحق الداخلي والقنصل في باكستان. هادشي بدا الاخوان في شهر 9 تحقيقات نعم ديال هذا العام، عندما تلقى الإخوان شكوى عن شابة. نعم ملي توصلوا بواحد الشكوى الإخوان هاد البنية الإخوان راه داوها في شهر يونيو بالي هذا بلادها الأصلي باش تجوج مع هاد السيد اللي ما كتعرفوش نقولوا بزز. أييه ومن اللي ما بغاتش بعد رفض الزواج نعم بقى في باكستان في ضد إرادته. نعم من اللي ما بغاتش خلاوها في باكستان إخوان ضد الإرادة ديالها. هادشي اللي كتقول الشرطة، إنهم سمحوا لها بمغادرة المنزل لمدة ساعة فقط وكانت برفقة طالب. نعم هادشي اللي كتعاود الشرطة الإخوان، سمحوا فيها تما خلاوها تما، وكانوا الإخوان يلا كيسمحوا ليها تغادر المنزل لمدة ساعة فقط في النهار مع أنا كيقولوا والدتها دائما، ولكن نو على حسب الريبورتاج الإخوان قالوا نعم كانت كتخرج غير ساعة ولكن برفقة شي حد من العائلة.
هادشي اللي كان ولد عمي، هادشي اللي كان في هاد الخ سميتو في هاد الخبر. ردوا بالكم الاخوان، ردوا بالكم، عندكم طيحوا في شي مشكل بحال هادي، ما غاديش يرحموكم. بارطاجي ولد عمي، بارطاجي الفيديو من اجل التوعية، من اجل التوعية فقط. بارو ولد عمي، تحياتي لكم وشكرا لكم. حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.